شكرا للمترشح الدكتور كريم عبد الكريم على هذا الملخص عن سيرته وعن ملف جاءه به مباشرة. نشرع الآن في توزيع الكلمات للزملاء الأفاضل ونبدأ واحد بعد يعني بالضيوف، ثم نرجع إلى الأستاذ كمال، ثم نرجع للضيوف، وأخيرا يتدخل السيد الرئيس. مباشرة على يميني الأستاذ الدكتور سفيان الوصيف، يتفضل بالصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. شكرا سيد الرئيس أستاذ القدير والجليل الذي تتلمذنا على يده في جامعة منتولي قسنطينة، وهو من أعز أساتذتنا، وسيرنا على منهجه، وخاصة في خلقه وفي نصائحه وفي توجيهاته التي قدمها لنا كطلبة ويقدمها لنا اليوم كأساتذة، فنحن على نهجكم سائرون. أشكر كذلك جامعة قلم التي نعود إليها مرة أخرى، وكعهدها وكالمعتاد يعني دائما جامعة من ضيافة وتستقبلنا يعني، ونرحب بكم. وكذلك للسادة اللجنة الأستاذ فايد والأستاذ بالمارس والأستاذ الذي سيتأهل هذا اليوم في ملف التأهيل الجامعي. الحقيقة أن ملف التأهيل يعني هذا الملف يعني لا زال لم تحسم أموره في الجزائر بعد، يعني يكون عامين ثلاثة إلا ويكون جديد حول هذا الملف، لأنه السفينة لم ترسو بعد في الجانب في مسألة التأهيل، إلغاؤه، تثبيته، إضافة مطبوعة، إضافة مقال كذا كذا، إضافة وعد بالنشر إلى غير ذلك. أعتقد مؤخراً أنه جعلوا من هذا الملف سيكون ابتداء من فتح سبتمبر، أعتقد أنه سيكون في الندوة الجهوية، هي عبارة عن بروفيسورة مصغرة. الآن نحن الآن بصدد مناقشته بالطريقة الكلاسيكية التي طبقت منذ 2014. أمامنا اليوم ملف للدكتور عبد الكريم جريل الأستاذ بهذه الجامعة لمناقشته في أعماله ما بعد الدكتوراة، يعني الأعمال يعني ما هو مطلوب من الأستاذ واستكمال مساره في الدكتوراة العلوم للتأهيل والجانب البيداغوجي والجانب العلمي. إلى وقت قريب كان التركيز أكثر على الجانب العلمي، وبعد الشكاوات التي كانت وكذا احتجاجات البعض الطالب للتركيز على المسألة الجانب البيداغوجي وهو التدريس و تأطير الطلبة والإشراف والمرافقة إلى غير ذلك، فأصبح هذا الجانب من الشروط الأساسية لقبول الملف أو رفضه، وأصبحت المطبوعة كأهم شيء في ملف التأهيل إلى جانب المقال. بعض الملاحظات التي يمكن أن نقدمها للأستاذ، أكيد أن الملف قد مر على لجنة الخبراء في مرحلته الأولى، والأكيد أن الخبراء قدموا ملاحظات وأجازوا هذا الملف واعتمدوه لقبوله للمناقشة العالمية. بعض الملاحظات التي يمكن أن نقدمها للطالب، ما يمكن أن لاحظته هو بعض الأمور التي يمكن أن نوجهها فيها، خاصة بالنسبة لي نقاط تتعلق بترتيب الملف خاصة، وببعض الأمور التي جاءت بشكل تفصيلي في الملف. مثلا في ملخص الدكتوراه الطالب أعطانا أو الأستاذ أو الدكتور أعطى لنا 30 صفحة هي كلها مراجع ومصادر الدكتوراه، هذا يعني كل مراجع يعني وجودها في ملف التأهيل لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني حسبتها ربما 30 صفحة. ثم الملخص واضح جدا، الملخص لا يتجاوز صفحة ونص، ثلاثة يعني كنت فوتوك ثلاثة ما يبقاش، ليس هو بملخص ثلاثة هو بزاف يعني بحدود ما نعرفه هو الملخص، أنه بحدود صفحة ونص صفحتين مزيج
على الأكثر. أما الجانب التفصيلي هو لا يهم الجانب الكم، ولو كان شرح ملف تعيين يكون في 60 صفحة. عندك مطبوعة الأساس هو المقال كاملا، عندك الإشهادات الإفادات والمطبوعة والمقال، هذه في هذه بإمكان الملف يكون في 100 صفحة لا أكثر. أما لما تكون ملخص في ملخص الدكتورة في 40 صفحة، منها حوالي أزيد من 30 صفحة تتعلق بصفحات بمصادر المراجع، شوف فيها كثير يعني هذه ربما غير زيادة أعباء ومصاريف التجديد والطبع وغيرها. هذا أمر. مسألة الترقيم، يعني في الملف كاين ترقيم أسفل وترقيم أعلى، هو لا يهم المقال يرقم، يعني شو يرقم المقال ما دام أنه جزء، أنه جزء من الملف يرقم. أنت عندك في الفهرس الأخير، نعلم في الفهرس أن المقال قال المقال التأهيل من الصفحة 45 للصفحة 56، نعرف أنه 11 الصفحة هذه تتعلق كلها بالمقال. أما نرقمه من فوق ومن أعلى كي ترقيم خاص وترقيم عام، هذه أمور يعني زايدة. ما لاحظت يعني أنا تمنيت لو كان في 30 صفحة هذيك التي تتعلق بملخص الدكتوراه، لو كان أعطانا الدكتور حول أفاقه المستقبلية، هي مهمة جدا، هي مسألة مهمة جدا جدا. الآن ناقشت الدكتوراه ودرت ملف التأهيل، أكيد أنا أنك بدأت تظهر اهتماماتك البحثية، وأن الإنسان مستحيل أن يبحث التاريخ كله. في تاريخ الجزائر لابد أنك تختص، وليس في المراحل، لو كنت في التاريخ المعاصر لو كنت زيد تبحث شوي تلقى روحك تختص زمانا أو مجالا يعني. أتمنى تبرز لنا اهتماماتك، غدوة راح تبحث لأن خلاص التعيين، غدوة إن شاء الله تبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة البروفيسورة أو شيء آخر، ولكن حتى ولو أنت تحضر للبروفيسورة تكون هناك عندك مجالات للبحث تبديها لنا نعرفها، لأنه في تروح أوروبا فرنسا والدول هذه مجالات. أول حاجة يقول لك أنت مش مختص، تقول وش تاريخ الجزائر المعاصر، وين راك الدور في تاريخ الجزائر المعاصر، يعني تبرز له المجالات. إحنا هنا نحاسبك في الشق البيداغوجي ونحاسبك في الجانب العلمي. في الجانب العلمي مهم جدا. كذلك بعض العراقيل التي بدأت تظهر مؤخرا هذه وتمشي ما بين الأساتذة وبرنامج الملتقى، لازم في شتنا هنا يا بعض برامج الملتقيات في 4 صفحات شكليات زائدة، يعني هو عندنا هنا في الملف ملتقى بأربع برنامج الملتقى بأربع صفحات، يعني هذه الأمور تفسد من الملف ولأنها تشوش الملف، يعني تترك الباحث لا يطلع بهدوء على هذا الأمر. بالتالي في غنى عن الملخص ما دام عندك شهادة مشاركة، إذا فيها وجدت شهادة المشاركة ووجد المقال انتهى الأمر. الآن المقال منصة رقمية، وقد تدير ملف بروفيسورة وملف رقمي، تغير أعطيه لليان برك في البروفيسورة يحل الملف، تعطيه الرابط في الجدول، في الرابط يخرج له أمامه عنده جهاز كمبيوتر المقال تاعك عنوان واسم المجلة، ما يحتاجش الملف الورقي نهائيا، أصبح الملف يعني مسكاني وكل شيء. مسألة الترتيب تروح للفهرس وتروح للملف تجد هناك نوع من الخط في ترتيب الملف، خاصة في من 2014 لهنا كان قانون يقول انه لازم مطبوعة ولازم المقال ولازم يجعل الاستاذ مباشرة يبرزها، يعطيك المقال ويعطيك المطبوعة ويروح لك الاشراف على الماستر، يعني مباشرة. انا والله كنت ما اتمناه ان يكون هناك فصل ما بين الشقين، شق او شق بيداغوجي وشق علمي، تبدا بالجانب العلمي وتروح الجانب البيداغوجي، وكان يقول الجانب البيداغوجي والجانب العلمي، واش تقول لهم ستة درهم؟ وين الاسبق البيداغوجي او العلمي؟ العلمي
هو استاذ بحر هذا الترتيب يتفرضوا الجامعه تفرضوا الجامعه اذا ما كاين الجانب العلمي اكيد من في الاداء المقال انا شرط انه واحد من المقال صدر في المنصه ولا ما صدر؟ عندي 7 اشهر من اصدر عندي 7 اشهر من اصدر ما واحد من المقال صدر خلاص تسمى تعطل الملف لانه خلاص الامور تسمى الامور الاداريه والعلميه والمجال شيء اخر لانه اذا كان صدر المقال خلاص تولي انت تحط المقال مباشره من المنصه وتنتهي المساله تاع هذاك الامر الباقي الامور يعني ما يمكن ان نلاحظه وان الملف الاستاذ يعني متكامل فيه اشراف فيه تعطير لمذكرات الطلبه وفي مختلف مواضيع في تاريخ الجزائر في تاريخ التاريخ المغاربي يعني مذكرات حول تونس حول المغرب حول ليبيا حول الدول الافريقيه علاقتها بالثوره الجزائريه يعني انه هناك نشاط بيداغوجي قام به الاستاذ من حيث تدريس المقاييس في مرحلتي الليسانس و الماستر وكذلك المشاركة في الندوات والملتقيات العلمية. أنا ما أرى يعني صراحة وأرى في الحقيقة كما أشرت في البداية أنه الملف هذا يعني من المفروض يعني يكون نهايكم مش مناقشة يعني جانب يكون جانب يعني مباشرة يكون خبرة يعني مثل ما تكون خبرة مطبوعة وبالتالي يكون احسن لانه يعني لم يكون فيه تتوفر فيه الشروط العلميه والشروط البيداغوجيه فلا يستدعي الامر يعني مباشره هذا الامر ما اتمناه انه يقول لنا الاستاذ فقط يعني واهتماماتك يعني بالذات في افريقيا تخصص تاع افريقيا تاريخ الجزائر يعني حولت من افريقيا الى تاريخ الجزائر الى تاريخ الجزائر ما صراحة تاريخ الجزائر وطني أبجد مني من لا معليش التاريخ هو تاريخ يعني حتى ولو كان كل إنسان يكون معليش متخصص حديث معاصر متخصص حديث معاصر تاريخ الجزائر حتى الإنسان يكون مختص في التاريخ العبراني ما فيش إشكال نطلب العلم ولو في إسرائيل ما فيش إشكال المهم العلم يبقى علم حتى لو كان تربط مثلا تاريخ الجزائر بتاريخ إفريقيا حتى هذا الامر يعني يكون شق مهم جدا و فنحن ما نتمناه في الاخير فقط هو اتمنى لك التوفيق واتمنى ان نراك باحثا ونراك صاحب مقال وصاحب ابحاث ودراسات واشكركم واحيل الكلمه للسيد الرئيس.